السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا المرة اللي فاتت. دلوقتي هنعمل عصير موز باللبن، معانا حليب والموز والسكر. هنضربه، اجيب الحلاط بتاعنا ونروح نضربهم فيهم. هنعمل اول لبن، بعد كده الموز، بعد كده معانا السكر، نضربهم في الحلاط. واحنا عملنا اكبر لبن عصير لبن بالموز. وباي باي.